السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه بيكسلر، بتقدر تعمل تعديلات على الصور. طيب أنا هقول مثلا ارفع لي صورة معينة، وليكن مثلا الصورة ديت أوبن. هو بيسألني على السايز اللي أنت عايزه، وبعد كده بتقدر بقى تعمل التعديلات اللي أنت عايزها. تقدر تضيف لير جديد لو أنت حابب، اللير دي ممكن يكون فيها صورة، فيها تكست، دروينج، زي ما أنت عايز. ممكن تقول له طب أنا عايز أغير في الإعداد بتاع الصورة، أفتحها، أغمقها، أزود نسبة التشبع اللي موجودة فيها، وهكذا. تقدر تعدل على الصورة زي ما أنت عايز، تزود الإضاءة أو تقللها لحد ما تبقى مناسبة ليك. ممكن برضو تعدل في الاختصاص بتاعتها، تخليها سموث مثلا أو بلور بالشكل دوت. في بعض الإفكتس اللي تقدر تشتغل عليها، تخليها مثلا تغير اللون بتاعها زي ما انت عايز، وبعد كده تعمل سيف وتحفظ الشغل. ممكن تقول له هنا اظهر لي التغيرات اللي حصلت، كونفرشنج بالشكل دوت. هو موقع سريع، مش محتاج ان انت تسطب اي برنامج. ممكن تكون قاعد على جهاز حد وبيقول لك اعمل لي حاجة، فتبقى سريعا تعمل التعديل اللي انت عايزه. ممكن تكتب تكست تغير الكلام اللي انت عايزه، تغير الفونت، تغير الكالر، تغير السايز،